اسمي فرح أشرف، طالبة في معهد فنون جميلة، عمري 16 سنة. بدأت بهذا النوع من الفن، كنت تقريبا بسادس ابتدائي، فبدأت أرسم على الزجاج. بعد فترة بابا جاب سبورلايتات، قال تقدرون ترسمون عليها، وهو كان يساعدنا أنه نفكها ونرسم عليها. يعني تطورت هذا النوع من الفن بدل ما يصير على الزجاج، فصار مثل إعادة تدوير. شاركت بهوا مهرجانات مثل مهرجان السلام اللي صار قبل فترة، حاليا راح يكون عندي معرض بقرقوش وبأربيل. فترة كورونا تعلمنا هواية أشياء جديدة وتطورنا مواهبنا. تعلمت بالنسبة إلي أطور من صوتي، شاركت بأوغسترا كنارة، وتعلمت التمثيل، دخلت معهد فنون جميلة. أنصح جميع الشباب إنه يطورون من مواهبهم ويساعدوا المجتمع بيها. أشكر راديو الغد إنه أتاح لي الفرصة إنه أكون هنا.